حسين عبد السلام عمر. استاذ حسين، اتحرك النهارده الانتخابات ليه؟ والله جاي عشان احدد ادي صوتي لحد احسن للتقدم، يعني في البلد نشوف حد احسن لغايه بس اللي انا مقتنع بيه انه كويس وراجل سيرته ذاتيه كويسه نديله صوتي. فعلا انت بتشهد في العصر دوت ان في حريه تعبير راي لا دي باينه خالص يعني. كل واحد بيقول اللي هو عايزه. طب وبالنسبه لعدم حتى اللي بيعارض يقول اللي هو عايزه في التلفزيون، واللي عايز يغني ضد السيسي ومع السيسي، حكايه ما دخلتش، كل واحد يعمل اللي عليه بس. طب الناس اللي ما نزلتش الانتخابات دي هل دي سلبيه؟ لا، دي ناس ما عندهاش ضمير. ناس ما عندهاش ضمير، دي ناس تواكليه. مجرد ان من ايام التأمين بيقبضوا كل شهر، لكن ده لو اتعلم انه دي بغرامه ودي بغرامه ودي بغرامه وتلوى دراعه هيجي، واللي يجي هو ماله دراعه ملوش لازمه.